بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صادق الأمين. أما بعد، طبعا إن شاء الله أنا حاولت أن أعمل الفيديو هذا على أساس أنه أشرح الطريقة الأسهل لكي تعرف يعني إذا أنت كنت مؤهل، طبعا كمؤهل أنك تقدم على الهجرة في كندا أم لا. طبعا في البداية نرحب بكم في موقع لينكيو للخدمات العامة. فالفيديو هذا ان شاء الله بنشرح فيه عشان تعرف انت بنفسك او تعرف بنفسك ما هي الطريقة الاسهل لكي تعرفوا اذا كنتم مؤهلين للهجرة الى كندا ام لا، اللي هي فئة المهارات. فالموضوع سهل جدا، وان شاء الله بحاول انا اختصر الفيديو على اساس انه يكون شرح بسيط ومبسط، وان شاء الله اذا في عندكم استفسارات بلغونا وبنحاول نشرحها لكم في الفيديو حق كل يوم سبت في البث المباشر حق السبت القادم. تمام. طبعا في البداية تدخلوا على موقع وزارة الهجرة الكندية الذي هو cic.gc.ca، بحاول ان انا اطرح لكم في اسفل الفيديو ان شاء الله. اذا ما قدرت وما موضوع الرابط ما حفظته او شيء زي كذا، سهل جدا يعني وزارة، تكتب في البحث حقه وزارة الهجرة الكندية وشوف ان شاء الله يطلع لك الموقع تبعهم. هذا هو Immigration and Citizenship. تمام. فتضغطوا هنا، فاول ما تفتح الصفحه هذه طبعا بيقول لك انجليزي او فرنسي، فتضغط على الانجليزي اللي بتوديك الى الصفحه هذه. بعدين هنا تضغط على Immigrate. طبعا اذا تشتي ترجم الموقع هذا كامل الى عربي سهل جدا، تدخل تجي لهنا للجوجل، مترجم حق جوجل، تاخذ الرابط هذا كامل، تجي له هنا لجوجل مترجم، تضغط هذا، تقول له عربي، يترجم لك الموقع الى عربي كامل. فالعملية سهلة جدا. تمام. بنرجع للموقع الانجليزي، تضغط على immigrate، هذه هي. وبعد ما تضغط على immigrate تضغط على find out if you can apply، هذه if you can apply. طبعا نحاول نشوف اذا احنا بنقدر نعملها بالعربي، اللي هي المهاجر الجديد، نشوف اذا بيترجمها ولا لا. شنو الطاقة الدائمة، اعرف كان لخبطها في نشوف يعني هي هذه هاجر، هذه معرفة اذا ما كان تم تحقيق من اهليتك. طبعا ترجمة جوجل يا جماعة، فتضغط عليها نشوف اذا بيترجم الاسئلة. والله كويس، ترجم الاسئلة ممتاز. طبعا اللي حاب يعني يشوف بالعربي هذيك هي، وبالانجليزي هذه هي. تضغط اللي هي check your eligibility، do you want to come to Canada or extend your stay. المهم check your eligibility هنا نشوف. اوكي ما شاء الله، يعني ترجم جوجل ما شاء الله ترجمه كامل يعني بالمعنى. ماذا تريد ان تفعل في كندا؟ مثلا اشتي اعمل مثلا تحرك لهنا، ترجمة يعني غير صحيحة، ولكنه احنا بنحاول نشرح في الموقع الاصل الانجليزي، وانتم قد قلت لكم كيف تستخدموا وترجموا الموقع العربي كامل. المهم what would you like to do in Canada، اللي هي move there مثلا يعني كإقامة او انقل هنا. How long are you planning to stay in Canada، مثلا دائم. Which country issued your passport، which country issued your passport، ما هي الدولة الذي أصدرت لك الجواز. مثلا نقول اليمن كمثال. okay what is your country، جنسيتك ما هي، مثلا نقول يمني. تمام. do you have a family member who is in Canada citizen or permanent resident، يعني هل في معكم أحد من أهلكم يعني كندي أو عنده إقامة كندية وهو عمره فوق 18 سنة، مثلا نقول لا. مثلا هنا تاريخ الميلاد، مثلا اللهم صل وسلم على النبي، مثلا 80 أو أي سنة من هذه السنين، نقول مثلا 1/1 كمثال يعني. طبعا كل واحد ضروري يحط تاريخ ميلاده الصح على ما مذكور في الجواز. هنا تعمل next الذي هي التالي. What is your main reason to come to Canada؟ ما هو السبب الرئيسي انك تحول لكندا؟
تمام. هنا بيقول لك find a permanent job، يعني حصل على عمل في كندا دائم، التحق بعائلتي في كندا، أبدأ استثمار أو تجارة، work for myself as a farmer، يعني أشتغل كمزارع أو كلاعب كرة ورسام وشيء زي كذا، أو find a job as a caregiver. طبعا الآن السؤال هنا هو لما يجيب لك هذا الأسئلة لما تضغط تالي ويجيب لك أسئلة جديدة، هو يجيبها لك بحسب ما عبيت في الاستبيان السابقة أو الصفحة السابقة. فخلينا نقول مثلا إذا في واحد منكم اللهم صل وسلم عليه جاي كمزارع مثلا، تمام كمزارع، نجي نعمل next نشوف ايش بيطلع عن السؤال الثاني. What is your province of destination؟ ما هي الولاية اللي بتفكر انك تنقل فيها؟ مثلا نقول اللهم صل وسلم عليه اونتاريو. طبعا كمزارع هي افضل ولاية هي ساسكاتشوان، اذا جاي كمزارع مثلا ساسكاتشوان نقول. Next التالي، What is your estimated net worth؟ يعني كم معك فلوس؟ تجي تقول لهم مثلا والله معايا بين 300 ألف إلى 900 إلى كذا كذا، أو مثلا أقل من 300 ألف دولار مثلا. Do you plan to own your operate farm؟ يعني هل أنك بتفكر أنك تعمل المزرعة حقك تبعك؟ يعني مثلا قول ما دام أنه عندك رأس مال ممكن تقول ممكن أدير مزرعتي الخاصة. Do you plan to be self-employed in sports or culture activities؟ هل بتفكر أنك يعني تكون موظف خاص يعني في الرياضات أو الأشياء الـ cultural activities التي هي الاجتماعية؟ مثلا قلنا مثلا خلينا نعرف. Do you have a letter of support for startup venture؟ يعني هل معك رسالة دعم من جهة كندية للمشروع تبعك مثلا؟ طبعا المشروع في هذا الحالة نحن اخذنا مزارع، فالمشروع بيكون يعني كمزرعة مثلا. إذا معك رسالة أو لا، خلينا نقول مثلا نو، خلينا نشوف ايش بيكون الرد. نعمل التالي، You have 2 years of experience managing a farm. هل لديك خبرة سنتين إدارة مزرعة؟ مثلا نقول نعم. Okay, based on the information provided results below, هذه بموجب الاستبيان اللي عبيته، self employed you may be eligible to come to Canada as well. يعني تقدر تجي هنا كندا إذا عبيت زي ما عبيت أنا، تجي كندا كموظف يعني self employed، وتضغط هنا تالي، وبعدين يقول لك إيش المتطلبات. طبعا أنت ممكن إنك تواصل وإنك تعبي الاستمارة كل شيء بنفسك، وتواصل وتعمل كل حاجة يعني، ويقول لك الرسوم كل شيء مشروع. وإذا في أي حاجة يعني صعبة عليك ما قدرت تفهمها بالإنجليزي، تروح ترجمها بالجوجل ويترجمها لك كامل. لأن هنا شوفوا مسألة المزارع، أنا لما اخترت ساسكاتشوان واخترت كمزارع وعندي أقل من 300 ألف دولار والأشياء هذه، ما طلبش مني موضوع اللغة. عشان كيف يعني في بعض الفئات يطلب منك اللغة ويطلب منك مستوى اللغة، يعني كم عندك في الآيلس والأشياء هذه ما طلبش منك بالخالص. ففي هذا الحالة إيش بتعمل؟ طبعا يا انك تشوف يا انك تقدم، وعلى ما قلت لك الترجمه موجوده كامل بالعربي وكل حاجه يعني سهل، واذا صعبت عليك ممكن تدخل على اليوتيوب وتقدم بنفسك، او انك تستطيع انك تلجا لمحامي او مستشار هجره. طبعا على ما قلت لكم انه في معانا احنا بالنسبه لنا كمكتب يعني في معانا المستشار الهجره، تقدر تجي لهنا الموقع نفسه، استماره التقييم، تعبي الاستماره الموجوده هذه في الاستمارة هذه الموجودة بالعربي مثلا، وتحاول انك ترسلها، ومستشار الهجرة بيرد عليك ان شاء الله، بيتواصل معك. فخلونا نحاول يعني كمثال ثاني، خلونا نعبي استمارة جديدة غير السابقة. هذه اوكي قلنا كمزارع تمام. خلونا نشوف واحدة ثانية، نقول كمرة ثانية نضغط immigrate. Find out if you're okay. Find out if you can apply. هذه اول واحدة. طبعا هذا الأسئلة اللي يسألوك يعني طبعا الجنسية والعمر والأشياء هذه، يعني خليك جاهز للأسئلة هذه. تمام نقول مرة ثانية نحاول، ايش تعمل في كندا؟ move there. كم تجلس هناك دائم؟ من اي دولة انت؟ نقول اليمن. هو الإصدار الجواز حقك من اي دولة؟
وهذه جنسيتك مثلا اليمن. ما في عندي عائلة هناك، نقول نفس السنين كذا مثلا 95 96 أو أي شيء، سنة يناير مثلا تاريخ الميلاد هذا، تجي لهنا نشوف الأسئلة التالية. ليش اشتجي إلى كندا؟ أوكي، إحنا اخترنا المرة الأولى فارمر يعني كمزارع أو شيء زي كذا، هنا ممكن تختار كتاجر أو بزنس مان، أو هنا مثلا نقول والله اشتجي عشان نشتغل في كندا. أوكي، find a permanent job، نجي نعمل next. يعني نشوف على طول، انا ما يعني اختيارات اللي اخترتها بسيطة جدا، قال لي يمكن انك مؤهل لموضوع الاكسبرس انتري، نجي نعمل next مثلا، نشوف الاسئلة التالية. الاسئلة الثانية، ما هي الولاية اللي تجي تسكن فيها؟ مثلا طبعا هي اونتاريو شوية صعبة لانه قديم مكثف بالسكان، ممكن تختار مثلا مانيتوبا، ساسكاتشوان، نوفا سكوشيا، هذا. بس انت ايش تعمل؟ ممكن تحاول تعيد وتعيد وتعيد، يعني تحاول تختار هذه وبعدين تختار هذه وتختار هذه والاشياء هذه. خلينا احنا نختار هذه اللي هي اونتاريو اللي قد مزعومه بالسكان، يقول لكم نشوف كيف بيكون اونتاريو، نعمل نكست. هنا بيسألك اللغة، كندا اوفيشال لانجويج ار انجلش او فرنش، يعني ما هي اللغة اللي موجودة معك، هل الانجليزي او الفرنسي؟ نقول الان شوف، طبعا الان لما بيقول لك الانجليزي ولا الفرنسي بيقول لك ما هو المستوى، مستوى اللغة حقك. فالان مستوى اللغة مثلا نقول في الانجليزي اللي هي طبعا الانجليزي اللي هي الايلتس سي ال بي اي بي او تي اف، هذه تبع الفرنسي. فنقول مثلا والله انا عندي اختبار الايلتس، طبعا ما تقدم في الفئة هذه الا وقد اختبرت الايلتس. اوكي، متى اختبرت؟ مثلا نقول اختبرت قبل يمكن 4 شهور او 5 شهور، نقول يناير، تاريخ 1 او 2 او 3 في يناير اختبرت، يعني هذا قبل 5 شهور. نعمل next. تمام، هنا please enter the test score، يعني النتيجة تبع speaking، وهنا النتيجة يعني المحادثة، وهنا listening اللي هو السمع، وهنا reading القراءة، وهنا الكتابة writing. نقول مثلا أنا طلعت، خلينا نشوف أدنى شيء، يعني نقول 4، نجرب، هي عبارة عن تجربة. تمام، 4 4 4 4. Based on your answer, you do not appear to be eligible for express entry. شوف ليش؟ لأنه إحنا اخترنا 4 4، وموضوع الأربعة أربعة يعني هذا ضعيف. خلونا نجرب مرة ثانية ونحاول إن إحنا نختار وين راحت؟ نحاول إن إحنا نختار مثلا الآيلتس، نقول 7 مثلا كمثال، وهكذا. أنتوا حاولوا حاول يعني اختار، شوف ايش المطلوب يعني عشان تعرف يعني. تمام، نفس الاسئله بحاول اعبيهن سريع عشان نقول مثلا اليمن. اوكي، نقول هنا دي هاف فاميلي، ما عندي اهل هناك. نقول اي سنه مثلا، 5 مثلا يناير 1. طبعا انت عندنا في اليمن معظم البطايق والجوازات كلهم 1 1، فنعمل next. طبعا نفس الشيء، find a permanent job، next، continue. نقول اونتاريو again مرة ثانية، اونتاريو نقول معانا الايلتس. خلينا نشوف مستوى، يعني نقول اختبرنا في يناير مرة ثانية، نقول اوكي 5 يناير، خلينا نحاول نرفعها الى 7. انتم طبعا حاولوا بين هذه من 4 ل 7 وهذه الاشياء، لما تشوفوا ايش الدرجة المقبولة. نقول احنا نختار 7 عشان الفيديو هذا يكون مختصر بدل ما نجرب هذه الباقي كلها. اوكي 7، نكست. اوكي، دو يو هاف اذر لانجويج؟ الان شوف يعني عدانا من السؤال هذا، لان احنا اختار 7، هل لديك لغه ثانيه غير الانجليزي؟ يعني هو مقصده هل لديك الفرنسي او الانجليزي، عفوا هل لديك الفرنسي اضافه الى الانجليزي؟ فهنا اكتب مثلا ما عنديش فرنسي، نون.
الآن بيجي لك أسئلة ثانية. In the last three years, how many years of skill experience do you have in Canada? It must have been full time. يعني في الثلاث سنين السابقة كم معك، كم سنين خبرة معك في كندا؟ طبعا مثلا أنت مش خارج كندا ما فيش عندك خبرة. Okay, during this period, which national occupation classification level is most of the experience? If you do not have any Canadian work experience during this period, please choose none. ما عندي خبرة في كندا. Okay. Okay. In the last 10 years, how many years of skill experience do you have? It must have been continuous paid. يعني في خلال العشر سنين السابقة. طبعا الآن ما عاد بيقول لك في كندا، ولكنه في أي دولة ثانية غير كندا. في خلال العشر سنين، كم معك سنين خبرة عمل؟ نقول مثلا معايا يعني اختيار يعني خمس سنين مثلا، أو ممكن تختار ثلاث سنين أو أي شيء تجرب يعني. Okay, in the last 5 years, do you have at least 2 years of experience in one of these types of jobs؟ يعني في خلال الخمس سنين الماضية هل لدي خبرة عمل سنتين على الأقل في المجالات هذه التالية؟ طبعا هنا المجالات هذه هي لما ترجمها لجوجل بيطلع لك اللي هي الاندستريال اللي المصانع والكهربائي والكونستراكشن اللي هي البناء، المينتيننس، الاوبريشن، سوبرفايزر، التكنيكال يعني التقني. ففي هذه المجالات يعني حتى التشيف يعني الطباخ يعني، لاني هذه من ضمن المتطلبات يعني اللي ممكن انها تاهلك يعني اكثر. حتى شوف حتى هنا البوتشرز الذي هم الجزارين مثلا، نقول ما فيش عندي ولا حاجه، هذه كتجربه ما قد جربت، بس خلينا نعمل نجرب نشوف معي خمس سنين من 4 إلى 5 سنين بس ما في معي في الخبرات المطلوبه هذه، نقول نكست. Okay. How much money in Canadian dollars will you bring with you? كم فلوس عتجيبها معك لما تجي إلى كندا؟ مثلا نقول معي من 18 إلى 22 ألف دولار كندي، يعني بما يقابل الكندي. How many family members do you have? شوف الآن لما تجي تقول المبلغ يحاول إنه يقارن هل المبلغ هذا بيكفيك لما تحصل على عمل إنه تصرف على نفسك بالمعنى هذا. مثلا نقول مثلا أنا وزوجتي، أوكي؟ معي 22 أنا وزوجتي، نعمل next. You have a valid job offer in Canada؟ الآن بيقول لك هل معاك تصريح عمل من كندا أو عرض عمل من كندا؟ مثلا نقول لا مش عندي، no. Okay. What is your date of birth؟ طبعا ما عاد داري ايش من سنة اخترنا هنا في هذا الاستمارة، ولكن نحاول اعتقد انها 1985 January 1st. Okay. What is the highest level of education? الآن بيقول لك of education for which you have earned a Canadian degree, diploma, certificate, or have had an education credential assessment. If you do not earn a Canadian degree, diploma, or certificate, you may need to have your foreign education assessed by an agency approved by Immigration Refugees Canada. They must show that it is a valid and equal to a complete Canadian credential. الآن بيقول لك هل أنت مؤهل، هل معك مثلا مؤهلات من كندا؟ إذا ما بش معك شهادة من كندا، هل الشهادة حقك الجامعية أو الماجستير اللي حضرتها في خارج كندا، هل أنك حاول يعني عدلتها بمستوى التعليم الكندي؟ طبعا المعادلة هنا في حاجة اسمها WES، طبعا المستشار القانوني أو المحامي اللي بيعمل معاملتك بيقول لك أي شيء. ولكن اللي ما بش معاهم مثلا اللي ما يستخدمش محامي، هي سهلة. أنا أعرف هذه المنظمة WES هذه اللي ممكن تتواصل معها عشان يعادلوا شهادة. طبعا هي هو يمكن ياخذ وقت شوية، ولكنه هذه المنظمة المعروفة WES. أعتقد أنك تجي لهنا how to get credential required documents، إيش المعلومات المطلوبة عشان أنك تعادل شهادتك وشيء زي كذا. انا بحاول ان احط ان شاء الله اسفل الرابط الفيديو هذا، بحاول احط الموقع تبعهم. المهم مثلا نقول خلاص انا عادلت شهادتي وكل شيء، وشهادتي عادلوها كبكالوريوس مثلا. اوكي بكالوريوس، نجي الى نكست. تشيك اول، اوكي. Find out if you're eligible to apply. Check all that apply. I have studied the full time in Canada for 2 years. ما درست في كندا انا. I have at least 2 years of full work experience in Canada. The job matching, okay, ما فيش. I have a relative in Canada who is a Canadian citizen permit. يعني مثلا ما بش عندي ولا واحدة منهم، لا درست ولا عندي أهل هناك في كندا ولا شيء، مثلا كمثال. Okay. هنا الآن بيسأل يعني هل أنت متزوج أو لا، مثلا متزوج؟
Do you suppose her partner plan to come to Canada؟ طبعا زوجتي نعم تجي كندا معي. Is your spouse of... هل هي عندها الجنسية أو الإقامة الكندية؟ مثلا لا. Next. Has your spouse or partner studied in Canada full time؟ هل درست زوجتك في كندا؟ هل اشتغلت زوجتك في كندا؟ زوجتك أو زوجك يعني. Has your spouse or partner taken English؟ هل أخذت اختبار الإنجليزي مثلا؟ قلنا اختبرت إنجليزي الآيلتس. مثلا اختبرته في شهر فبراير، أي تاريخ اختار؟ Next. مثلا نقول أخذت أقل شيء 4 مثلا، خلينا نشوف إيش بيقول إذا أخذت مثلا 4، أو ممكن تختار إني ما أخذتش ولا حاجة. Next. تمام، أنت مؤهل إنك تقدم. بموجب الأسئلة هذه اللي رديت عليها قال لي خلاص أنت مؤهل. فالآن يطلب منك، يقول لك كل التفاصيل، إيش المتطلبات منك على أساس إنك تقدم الهجرة إلى كندا. وهذه حسب المستشار القانوني اللي بيشتغل معانا موجود في المكتب، قال إنها تاخذ من 6 شهور إلى سنة إلى سنة ونص. ما عاد زي زمان تاخذ 4 5 سنين ومش عارف كم عشان تمشي معاملتك، الآن هي أقل، يعني من خلال 6 شهور إلى سنة ونص. فسهل جدا. فقد قلت لك التفاصيل كلها موجودة هنا، ممكن انك تتبع التفاصيل حرفا بحرف وتقدم انت بنفسك، وتشوف اليوتيوبات اليوتيوبس الفيديوهات، وفي نفس الوقت تبحث في جوجل، وكل شيء تمشي بالمعامله بنفسك، او انك تستعين بمستشار مستشار هجره او محامي هجره. وعلى ما قلت لكم عندنا احنا الخدمه هذه موجوده، او ان انتم حاولوا اذا بحثتوا مثلا الحين عندنا في الموقع حانا المستشار الهجره اللي بيشتغل معانا الان، هو مكتوب اسمه هنا، انا ذكرت اسمه هنا، هذا هو احمد العراس. تمام، فانت كيف تعرف انه مثلا اذا بحثت في جوجل على محامي او مستشار هجره او شيء زي كذا، كيف تعرف ان هذا المحامي ما هو من النصابين او شيء زي كذا؟ تحاول انك تدخل على يعني تاخذ اسم الشخص مثلا، هذا مثلا انا باخذ هذا كمثال، وتحاول تشوف اذا هذا الشخص مرخص او لا. تجي هنا مثلا وتكتب سي اي سي كمثال، خلينا نجرب. شوف Canadian Association of Professional Immigration، خلينا نشوف هذا الموقع ولا لا. الآن هنا أنا أعتقد إنه في محامي، تكتب اسم المحامي هذا والمستشار تشوف إذا هو موجود. شوف طلع أحمد العراسي مساجا أونتاريو، يعني عنده الترخيص. بنشوف إذا في موقع ثاني سي لا. طبعا حاول ان انتوا تبحثوا وتستخدموا في الجوجل، تبحثوا اسم الشخص وتبحثوا عن كل شيء، يعني عاوز تعرفوا يعني المحامي هذا او مستشار الهجرة معلومات عنه، هل هو اوكي، ايش الناس بيقولوا على هذا المحامي، هل بيقول تمام شاكل او شيء زي كذا، كل المعلومات تلقوها في الجوجل. خليني بحاول اشوف هنا regulated Canadian immigration consultant. طلع اسمه انه هنا رجليك Canadian Immigration Consultant. فهذه هي المنظمة اللي اعتقد انا بنحاول ادخل فيها من قبل، هذه اللي فيها اسماء الاشخاص. ايوه هذه هي الجهة القانونية اللي في كندا اللي بتعطي المحامين ومستشارين الهجرة الترخيص انهم يزاولوا مهنة المحامي او مستشار الهجرة. فاحنا خلونا نشوف معلومات الأخ أحمد اللي هو المستشار الموجود عندنا. العراسي نقول أحمد، خلنا نشوف ايش بيطلع هنا. اسمه موجود وعنده الستاتس تبعه هو يعني أكتف، والكونسلتيشن أدريج، وهذا رقمه في منظمة الهجرة. كيف على ما قلت لكم، المهم انه اذا شفتوا اي محامي عبر جوجل او دورتوا على محامي او احد كلمكم على محامي او مستشار هجره، حاولوا ان انتم تبحثوا قبل ما ترسلوا اي فلوس وتدافعوا اشياء زي كذا، وحاولوا ان انتم تبحثوا اسم الشخص
وحاولوا انتم تكتبوا في الجوجل وتبحثوا اذا في اي ملاحظات من قبل او ملاحظات من هنا ولا من هنا. يعني مثلا ممكن تكتب اسم الشخص وتعمل هذه، ومن هنا واحد واحد ورا هذه هايفنز، وتطلع معلومات عن الشخص مثلا اذا عنده اي حسابات ثانيه او شيء زي كذا، الريفيوز ايش بيقولوا الناس عليه وايش زي كذا. فعلى العموم ان شاء الله يكون هذا شرح كافي ووافي، واذا في عندكم اي استفسارات او اي ملاحظات طبعا انا ان شاء الله بنعمل فيديو مباشر كل يوم سبت على اساس ان ارد على الاستفسارات هذه. فاذا عندكم ما زال عندكم اي ملاحظات او اي استفسارات، بحاول ان انتم تدخلوا في قناه اليوتيوب نفسها اللي موجوده، هذه اللي بنعرض فيها الفيديو الان، بحاول ان انتم يعني اسفل الفيديو نشوف هنا فيديو حق اليوم، يعني مثلا هذا الفيديو تبع اليوم، حاول ان انتم تجوا هنا بعد ما خلص الفيديو بيطلع هنا خانه بحيث ان تقدر ترد تحط الاسئله، حطوا سؤالك هنا، وان شاء الله في البث المباشر حق الاسبوع القادم بنحاول يوم السبت القادم بنحاول ان احنا نشرح لكم التفاصيل كامله عن او الرد على اسئلتكم. طبعا في هنا زي البلاي ليست الذي هو تبع الاسئله السابقه، تشوفوا يعني تدخلوا على لما تدخلوا على القناه تدخلوا على البلاي ليست هنا، تشوفوا البلاي ليست اللي هي قائمه الفيديوهات السابقه على الشروحات، تشوفوا هنا السؤال وجواب عن الهجره الى كندا، تجي لهنا تشوفوا كل الفيديوهات السابقه. هذه الفيديوهات السابقه كلها حق كل سبت، يعني كم من شخص دخل وسال سؤال معين، والحمد لله حاولنا نرد على السؤال هذا وردينا عليه. يمكن ان شاء الله بدل ما تطرح السؤال يمكن تلقى الجواب على السؤال حقك هنا. فعلى العموم وهنا طبعا تقدروا تشتركوا في القناه، تضغطوا على هنا تشتركوا في القناه على اساس ان تحفزنا انه في ناس بيستفيدوا من الفيديوهات هذه، ونحاول ان احنا نحط كل فتره وفتره شروحات، وتحاولوا تنشروا القناه هذه لكل اصحابكم، ونتمنى منكم ان انتم تدعوا لنا ان شاء الله باذن الله بالذات في رمضان، ان الله يسهل امورنا ويفرج همنا، وان الله يجعلنا واياكم من اهل الجنه. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.